استياء شعبي متصاعد في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان سجل خروج بعض السكان في أرياف دير الزور والرقة احتجاجا على تدهور الوضع الأمني ومقتل عدد من المدنيين، كما حدث في قرية ماشخ قرب البصيرة بريف دير الزور الشرقي. المرصد السوري لفت إلى أن بلدة عين عيسى الواقعة شمال غربي الرقة تشهد بدورها استياء واسعا سببه اختراق عناصر سابقين في داعش لشرطة المرور التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. حسب المرصد فإن قسد عينت في الشرطة مقاتلين سابقين من داعش جرى الإفراج عنهم بواسطة عشائرية. شرطة المرور المخترقة من داعش حسب المرصد والأهالي سجلت أكثر من 1200 مخالفة متنوعة بحق الأهالي خلال 3 أيام. مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية يرون أن ما يجري من احتجاجات أمر طبيعي كون المنطقة تحررت حديثا من داعش، متهمين في الوقت نفسه النظام السوري وحليفته إيران بالتحرير. مصادر أخرى تحدثت في هذا السياق عن مطالبة بعض العشائر بحصتها من النفط المستخرج من مناطق قوات سوريا الديمقراطية بهدف بيعه للنظام السوري الذي يعاني من أزمة وقود حادة. رمضان بالعمري، العربية.